نينس اللي عنده الحزام الاحمر. غادي نمشيو باش نتابعوا المنافسه ونتعرفوا على الطريقه ديال التنقيط. نعم. فكاين هناك كما قلنا الان ديال الحكام كاين. نعم هناك أربعة حكام اللي كي يقودوا المقابلة، والحكم الخامس كيكون مراقب إذا كان هناك شي خلل في يعني في تطبيق القوانين، فكيشعر الحكم الوسط بالصفارة وكيتم توقيف يعني سواء إلا ما كانش المعدات تاع اللاعبين. وهناك تشوف الحركات تم اسقاط الخصم ولكن ما تمش يعني احتساب لان خصو يدير بالياج ويتبعوا بحركه تقنيه باش انه يحصل على 3 نقط. وهنا في النهايه كتشوف انه كيكون واحد المد والجزر وكيكون واحد اللعب. الان هناك نقطة اعتقد نعم هناك لفائدة الفرنسي فمن خلال التدريب اللي عملناه فكتسجل النقطة، لكن كاين هناك بعض الأوقات اللاعب كيدفع بالوجه ديالو في اتجاه اللاعب باش ربما يوهم الحكام على أنه ترتكب خطأ الدو، لأن مفروض اللاعب يعني ممنوع عليه أنه يضرب ضربة خطيرة في الوجه. ف يعني هناك هناك على الذكاء ديال اللاعب وكذلك الدهاء ديال الحكام. وهنا الاخ زكر انه تم يعني التنصيص بشده على هذا التحايل داخل المقابله، انه يقدر هذاك اللي دا مشى بالوجه ديالو انه ياخذ العقوبه زائد بيناليتي، انه ياخذ الخصم ياخذ نقطه مباشره هذا اذا تعاودت مره ثانيه. لا يقدر في المره الاولى اذا كان هناك تحايل يعني كيقدر ياخذ الى شاف الحكام. هنا غتشوفوا النقطة الثانية لفائدة الفرنسي فعلا جوج نعم ديال النقط. نعم الان يعني نمشيو للضربات اللي كتعطى كتمشي في اتجاه الوجه. نعم او اللمسة نقطة واحدة في البطن في كل الضربات بالايد كتكون الضربات ديال الرجل هي اللي كتكون لان كتكون فيها صعوبة شيئا ما. الرجل في على مستوى الشوطان يعني المستوى الوسط كتكون عندها جوج نقاطي، وعلى مستوى الرأس على مستوى الراس او لي بالياج وسويفين تاع واحد التكنيك كتكون عندها 3 نقاط. ولما شدد الاتحاد الدولي او الجامعة الدولية شددت على الضرب على الوجه لان هناك بروتيج دون كاين هناك واقي الاسنان هناك دوك يعني لي غون اللي كاينين وبروتيج بي وبروتيج اضافه للكاسك بالنسبه لكادي الكاسك بالنسبه لكادي باش لان كثره السرعه كيكون بعد مجموعه من هناك اندفاع لان ما كيكونش تحيل بالنسبه للاطفال اللي كيكونوا مازالين صغار باغي ينتصر باي طريقه كيدافع منذ البدايه علاش كنشوفوا مباريات ساخنه من الاول. هنا كيكونوا اللي يعني من بعد الكسب الخبره والتجربه كنشوفوا مباريات اللي فيها تقنيه عاليه هناك مهتنين اللاعبين علاش كنشوفوا بان في الوقت اللي ما كيكونش فيه يعني رغبه في التنافس كيبقى كل واحد في المكان ديالو خاصة اللي كيكون منتصر كيحاول يتحايل انه كيبعد واش كاين هناك يعني هناك كينظروا الحكم والى بقى كانت باقي 10 الثواني وتم يعني ضايع الوقت فكي اذا ابتداء من 10 ديال الثواني 10 الثواني يقدر ينظروا في وسط المقابلة. هذه النقطة الثالثة يحصل عليها الفرنسي عنده قوة في اليد ديالو في دياكوتسوكي يعني واحد السرعه باش كينطلق وكيولي بياكوتسوكي. اذا 3-0 الان 3-0 يعني اشنو في الوقت اللي كتبقى دقيقه فقط يعني كتصعب الامور بالنسبه للاعب. نعم. اللي كنشوفوا الان ديال لاتفيا اللي هو بالحزام الاحمر فهنا كيتوجب عليه انه ما يضرب بالرجل ديالو باش ياخذ نقاط اكثر. نعم. او يعمل بلاياج يجيب الخصم. نعم. ديالو الارض ويعطيه ضربه يعني باش باش ياخذ اكبر عدد من النقاط. الفرنسي الان هو راه كيعرف كيفاش يجيري الكومبا ديالو والان هو يعني كيحاول انه يتهرب من الورا كنشوفوا الاندفاع ديال ولكن ما عندوش حركه مركزه هذا اللاعب الحزام الاحمر. ربما كان عطاه كل شيء ما عنده قبل ما يوصل للمباراه النهائيه. نعم لان المقابله النهائيه خصها واحد التركيز خاص وخصها واحد يعني التعامل مع الخصم لان باقي الان 24 ثانيه وباقي الفرنسي يعني منتصر 3-0 3-0 وكيحاول يضيع الوقت بطريقه تقنيه لان الان بقات من كتبقى 10 ثواني وكيشوف الحكم بانه كيضيع الوقت فكيكون عنده واحد العقوبه لان ما بغاش يلعب لان قدر يتعرض لواحد العقوبه. والان يعني المقابله سايره للنهايه الان سيتم النظر لانه كيرفع اليدين ديالو كانه انتصر ومازال ما انتهتش المقابله باقي في الثواني غادي ياخذ العقوبه و ديريكتومون يعطيو لهذاك النقطه ولكن انتهى الواحد انتهى الوقت. هذا كانت خطه استراتيجيه.